السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أصابك الجوع أو ضاق عليك الرزق إيش تسوي؟ سو مثل ما سوى النبي عليه الصلاة والسلام وفعل كما فعل وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام في كل شيء. جاء ضيف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله فأرسل إلى نسائه هل عندكن شيء، يعني في شيء نطعم في هذا الضيف؟ فلم يجد عندهن شيء. قال اللهم من يسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. فأهدي للنبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الدعاء شاة مصلية، يعني شاة مشوية. قال اللهم هذا من فضلك وإننا ننتظر رحمتك. بوب ابن أبي شيبة باب الرجل يصيبه الجوع ويضيق عليه الرزق، بماذا يدعو؟ بهذا الدعاء. ادعو بهذا الدعاء وألح على الله، اللهم نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، وأبشر بالأرزاق وإفاضتها.